التنافس على أحسن تصفيفة للشعر وأحسن تصميم للباس تقليدي عند المرأة هو ما جمع عارضات من مختلف ولايات الوطن لإبراز إبداعاتهن. النشاطات هذه قليلة في الجنوب تاعنا، حبينا النهوض بيد المرأة الجزائرية بيد الحرفية كمبادرة أولية، درنا المجال الحلاقة والخياطة. مصممون من تونس ومن ليبيا حضروا هذه المنافسة، فكانت المناسبة فرصة لإبراز الموروث المغاربي مع تبادل الخبرات. لباس التقليدي هذه حاجة من تراث الجزائري القديم، قاعدين نشوفه في حاجة حلوة ومتميزة برشا برشا، وإن شاء الله يا ربي ديما يجمعنا بالخير وتبادل الثقافي. ملكة جمال هذه المنافسة مشاركة ليبية أشادت بلباس المرأة الجزائرية والمرأة الليبية. أنا سعيدة جدا بتواجدي في الجزائر وبالتحديد في بسكرة، وأنا سعيدة جدا لأني لبست الزي التقليدي الجزائري، وإحنا عندنا في ليبيا البدلة الكبيرة والبدلة الصغيرة، وأيضا عندنا الجلوة، والزي متاعنا حتى هو أيضا جميل وزي الجزائر حتى هو أجمل. إبداعات المرأة الجزائرية متنوعة، هنا حضر الزي النائلي والأغواطي والصحراوي والوهراني والقبائلي لتصنع هذه المنافسة لوحة فسيفسائية تبرز ثراء الجزائر.